بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان وعمل صالح إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، دائما مع هذا الحديث الجميل ومع هذا الكتاب كذلك الجميل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنى. والذي نفس محمد بيده، ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم، لونه لون دم وريحه مسك. والذي نفس محمد بيده، لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده، لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. وتحدثت فيما سبق في هذا الحديث الذي يجمع اجتمع فيه الحديث النبوي والحديث القدسي، وتحدثت عن الجهاد في سبيل الله تعالى، وقلت إن موضوع الجهاد هو موضوع مهم وتحدث فيه العلماء كثيرا، ولا بد أن يفقهه المسلمون صغارا وكبارا لكي لا يقع انحراف فكري بطبيعة الحال، وإذا وقع ذلك كانت له عواقب مثل ما نراه الآن. يعني الموضوع ديال الجهاد موضوع مهم جدا، تحدث السور ليس العلماء سواء تحدثوا فيه وكتبوا فيه السور نخل الآداب والشروط والأسباب والمنهج النبوي في الجهاد في سبيل الله، ما يجوز وما لا يجوز، متى يجوز ومتى لا يجوز، متى يجب ومتى لا يجب، ومن نجاهد وكيف نجاهد، هذا كله حول موضوع الجهاد، ولا بد أن يتعلمه المسلمون، ولا بد أن تتعلمه الأجيال القادمة لتحصن من أي فكر من أي موقف يتنافى ويتناقض مع الموقف الإسلامي الشرعي الأصيل حول الجهاد في سبيل الله. ما لو أن علم يخفن وأن علم ممكن غير جنطا ونغذي السيثمر موضوع الجهاد فهما أطمع زمجنت واثن الفوضى، فيقول فيه من شاء ما شاء التفسور للجهاد، وكل يدعي أنه جاهد في سبيل الله، وقد يكون ذلك حراما وباطلا والإسلام منه بريء. ما لا تسقسي تساس دي ميزان الشرع التفذ الإسلام باري زيس انت غير تقسي يلوني يودان نقاش قد جاهد في سبيل الله، لأنه لا يفقع هذا الإحصائيات الجديدة. الإحصائيات الجديدة قال لك معظم النساء الذين اللواتي التحقن بالجماعات التي تقتل وتقطع الرؤوس هم من بريطانيا، من بريطانيا مسلمات بريطانية، ومنهم ماشي مسلمات كاع ولا غير دخلوا في الإسلام. يا الله دخلوا في الإسلام، دخلوا من الإسلام واحد من واحد السرجم، لقاو رؤوسهم يتحدثون عن الجهاد.
والتحقوا بالمجاهدين الأشباح، بالمجاهدين الأشباح لا علاقة لهم بالجهاد الإسلامي ولا ولو، فبدأوا يقطعون الرؤوس. علاش؟ لأن ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ إذن لا بد أن ما نخافوش من الموضوع ديال الجهاد، نقريوه لأولادنا في مدارسنا في أعداديتنا، ويتكلموا فيه الفقهاء والخطباء في مساجدنا ليفقهه الناس ويتحصنوا. والجهاد، الجهاد أولا جهاد النفس، أولا تحدثنا في جهاد النفس، وتحدثنا عن جهاد العدو. جهاد العدو ماشي جهاد العدو نقولوا جهاد العدو مباشرة نمشيو للسلاح، لا، القتال المباشر أو اللقاء المباشر لا، إنما الجهاد هناك جهاد بالدعوة أولا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الناس اللي عايشين وعايشين معك الكفار والمشركون دايرين بيك في مليلية فرنسا في ألمانيا، عندنا جالية إسلامية ويعيشون في وسط الكفار، تحمل عليهم السلاح؟ لا يجوز. أتدعوه بالكلمة الطيبة، تبين له الإسلام، تقنعه بشريعة الله، تبين له القرآن بأن الله موجود وأن الله واحد. ولكن باش تقنع هذا الكافر لا بد أن يكون لك سلاح العلم. فاقد الشيء لا يعطيه، إن الآخر سيطالبك بالدليل، سيطالبك بالحجة، يقول لك أنا بغيتني أنا أؤمن بما تؤمن، بما تؤمن أعطيني دليل، بيّن لي، قنعني أنا باش نتبعك، قنعني بأن الله الذي تعبده هو واحد، قنعني بأن هذا الكلام كلام الله، قنعني بأن هذا الرجل الذي بعث فيكم اللي كتقولوا هو محمد، بيّن لي بأنه رسول، قنعني بأن الإسلام الذي تدين به هو 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 دين صحيح، والناس من حوله، شوف الناس مش حد المسلمين يسرقون ويزنون ويشربون الخمور و شوف الحالة ديال المسلمين، واحد الحالة سيئة جدا، المثال السيء للعالم هو المسلمين، فوق فين ماشي كاين شي مرض راه في المسلمين. وانت تقول لي ان الاسلام فيه خير، لو كان الاسلام فيه خير لنفع اهله، لانتفع به اهله، ما عليك الاسلام ليس خالص قاتشك إذا ينتفع الزيسي يذبب نسكني واتنتفع مس الإسلام، فتقول لي أن فكيف تقنعه؟ كيف تبين له؟ كيف تصحح له؟ لا بد أن يكون لك سلاح العلم، وعندك المعرفة، وعندك اللغة، وعندك إذا لم يكن لديك شيء تبقى ساكت، تبقى ساكت. فقال: ويمكن أن يكون، وصلبي الحديث إلى قوله رحمه الله تعالى: ويمكن أن يكون المراد من الحكمة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ويمكن أن يكون المراد من الحكمة، من المعاني ديال الحكمة، وسائل الإقناع بالعلم والحجج المنطقية البرهانية. راه الناس اللي غتخاطبهم راه الناس قراو، واش صحاب لك الناس ما قراوش أليف الباء؟ ما كاينش شي فرنسي غتقول له واش كاين كيديروا محو الأمية في فرنسا؟ كيجيبوا الناس عنده 50 عام، عنده 40 عام، عنده 20 عام، عنده 30 عام، كيديروا قسم A B C D، ما كاينش. تلقى انسان عنده 50 عام، عنده 40 عام، يقرا ويتقن اللغه الفرنسيه ويتكلم ما كاينش شي واحد ما قاريش. حنا مازال كنديروا غالي في البلد المساجد، كنا الصغار عادي في الباب، غير ربي سبحانه نعم، غير ربي فتح عليهم، ربي سبحانه وتعالى اما فتح عليهم ولا ربي سبحانه وتعالى رزقهم شي واحد، وهذاك واحد في المليون اللي عنده مخ كبير وعنده دماغ وعنده من المسلمين، فاستطاع ان ياتي بصديقه او جاره او زميله الى الاسلام. ولكن البقيه، ولكن خصك يكون عندك هذوك الناس اللي غتخاطبهم اللي تهضر معاهم، راه عندهم قراو وتعلموا. إلا ما عندكش انت يا العلم المعرفة باش تخاطبهم، باش فلا بد أن يكون معتمدا هذه الدعوة، أن تكون معتمدة ومستندة إلى وسائل الإقناع بالعلم والحجج المنطقية البرهانية. واحد زائد واحد يساوي اثنان.
وقد يكون المراد من الموعظة الحسنة في قوله تعالى والموعظة الحسنة قد يكون وسائل تأثير الخطاب بالترغيب والترهيب. الموعظة الحسنة قد يكون من يعني هو تستعمل الخطاب للتأثير، تذكى بأن الموت موجود، بأنه كذا، بأن الله سبحانه وتعالى كريم، يتقنختار فتقنعه بهذه بهذا الأسلوب. باء ثانيا، يعني أولا باللسان، ثانيا بالكتابة، اللي عنده القدرة على الكتابة. واحد الإنسان عنده القدرة على الكتابة، يكتب مقال ليبين فيه جمالية الإسلام، هذه السورخ الجمال للإسلام. مين دير مثلا هذه السورخ الإنسان هذه سذياري، هذه السورخ جمال الإسلام، كيف نظم العلاقة بين الرجل والمرأة مثلا، عايز تمغاه النص ما مش ينظم الإسلام العلاقة جاوا عايز تمغاه. هذه يا سيجن المغني هذه السور خلقيمة للحيوان، خلقيمة للحيوان للإسلام، القيمة للحيوان. مش حت مش حت مش حتحب الحيوان تغيج عام ذيني ذي جندامة تغيذيني كيسم ذيهان يتعود يجن تو غازي ني ريجن درس يتعود ديني غير ماشي جو ما يعدو يجن دمسل يفرج يجن يجن وقزين تكتيف طوموبيل عيني تحكمي طوموبيل ماشي تنغيشات حكمي توصيفها عزيز ولا يعرفوا اني هذا مسلم يتز غا وقزين ني يقص راه حتى كذا يعذري ومن بعد يروح يقص الدواء انت غا واحد صار يمصادف كيس الله عز وجل غيدي سخر سخره الله تعالى ان يكون هذاك طبيب بيطري فيتيرينير طبيب ديال الحيوان وهو مسلم يعالج ذاك الحيوان كذا كان سببا في اسلام صاحب الكلب صاحب الكلب والنيه في دين الاسلام النيه في دين الاسلام الصحيح السبب نفسه هو لانه يفكز للحوارات وانت تتعاود وانت تتيرن في تقاس لجن الاعتناء وقزين النيه لجن ما شاء الله الناس قلشين الاسلام النغز الدين نقيتو مرانا الرفق بالحيوان الاحسان الى الحيوان يسويز الاحاديث يسويز فكان السبب لدخوله في الاسلام شين شان مرات قرصني الاخوه ذهان يجن قاسمين غنزامشي نجن ادي عدوس وقزين وتخسخف ما وقع شيء مني بسلوكك تكره الاسلام الذي تحمله راه ميك ما نخص هذا السعف الصديثي الطويني ورومي يديها سوية سنخ العسى قزين ماذا صح أيوة ماذا تكسيد قزين نسحن بذلك كذا أوه ماذا تسحن بذي الميس ماذا تقيد سيو قزين نزوع أشي شاهد ما ماذا سعف صديثي الطويل فلماذا تكره الإسلام بهذا السلوك اللي هو يتنافى مع الشرع الشرع أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نرحم الحيوان ونجيبوا الأحاديث نجيبوا ماشي الأحاديث وإنما نجيبوا الأقوال من كتاب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم كيف ينظرون إلى الحيوان السيرخ غاسيت السيرخ المعرض السيرخ خلوقف وقف المسلمون على الحيوان رحمة بالحيوان إذن دي مسلمين دين الوقف يبدا الوقف اليتامى ذي يجير الوقف المزيدة والأوقف ذي من المسلمين في عصر من نتغى الإسلام يتجا من عندما كان الإسلام وقف المسلمون على الطيور وقف المسلمون على النحل هذه الصمت ليس رقطة قال استا جعلتها وقفا على النحل طلع فيها النحل تا وات منزير وات ماهي وات تجزئة وات مني وات مساحة خضراء سنتتي خاص النحل يتزيز ومن المجد شان تزيز عباد الله ما لو سنت دسنا راكس دسنا أتغذى يجعلها وقفا على النحل وقف المسلمون على الطيور هذه سيدي بنات وافت قشيت ونسور خغافت يتقف وافت بجنة قرس الغرفة بجنة وقفتها على الحمام أو على الطيور تبني فيها أعشاشها وتربي فيها صغارها ولا يقربها أحد وقف المسلمون على الحيوان وقف المسلمون داروا وقف المسلمون وقفوا على البهائم التي شاخت وهرمت
ضاعت يعني صافي لا غيور لا ساعدون لا غيور يكمل زي سبب الناس ويزم ما أتي ستش ثم ويزم ما خسي شي شيء مغادي ماني غير أحو ماني غير أحو غيور النين يغلو ساعدون النين أخسي شي سبب الناس ولو يفنى يفسى هذا صدرق أتي ستش وغسمي زيد غيش ماني وقف المسلمون على هؤلاء البهائم وعلى هذه الحيوانات تأكل وترعى وتتغذى حتى يتوفاها الله عز وجل. احنا عندنا البشر ما لقى ما ياكل البشر مع 60 70 عام يبقى خوك الشوط في مسلوح انت تطول ولو يتبداك في الغوري قال شو مايمين غير الشوط ماشي على الحيوانات لانه في زمان ان كيضيع الاسلام كيضيع كل شيء كيضيع حقوق الحيوان وحقوق الانسان وحقوق الشجر والنبات كل شيء كيمشي. إذن الإنسان المسلم اللي اعطاه ربي سبحانه وتعالى القدرة على الكتابة يكتب في هذا هذه يارية هذه يارية ذي منايا هذه السورخ جمال الإسلام هذه السورخ جمال الإسلام ذي العبادات ذي النظافة القيمة النظافة هذه السورخ جمال الإسلام في كيف اهتم بالبيئة ممشي السورخ البيئة السورخ ومان السورخ الرياح يسيوخ الجو باش نحافظ المحيطنا. إذن هذا كله مثل هذه كلها موضوعات مهمة يكتب فيها الكاتب إذا استطاع لجلب غيره من الناس إلى جمال الإسلام. النقطة الثانية قال رحمه الله تعالى إن التبليغ والجهاد هالشي كل شيء كان هدف في الجهاد هذا كله أنواع من الجهاد باش بنت دبوغ الجهاد المسناح كل ذلك الكتابة بالكتابة جهاد اللسان جهاد القلم جهاد كل ذلك الأسوة الحسنة جهاد قال بالأسوة الحسنة وتكون بأجعل الإنسان من نفسه قدوة حسنة محببة يقتدي بها الآخرون اعتقادا وقولا وعملا وخلقا. قال لك شوف القدوة الحسنة أنت غتكون في المصنع تكون في الإدارة تكون في السوق تاجر مربي كيف ما كان غتكون واحد المثال صالح للجيران للأصدقاء للزملاء للسكان ديال الحي اللي ساكن فيه أنت مثال قدوة مين دي التواضع ذي الكرم ذي الخلق ذي التسامح ذي الصبر ذي البذل ذي العطاء ذي العلم ذي المعرفة ذي الوعي ذي الحلم ذي الرفق ذي كشي قدوة حسنة أول ذوال تواضع ننتا أرش وذيك يجي يخارقا وذيك تجين كذلك المهم ثم قرني وانت تقل عزيك اقتدني ولا هذيك اقتدى يولد وانت تنوع من الجهاد الانسان الذي يربي نفسه ليكون قدوه صالحه يبلغ الاسلام من خلال حاله الحال مشي كفير واسقر ابن المق واسقر الدرس واخستلو غير ما مش تجد الحال مش من تعامل ذاك يودا ما مش تعامل ذاك يودا الصدق النشد الكلمه الطيبه التواضع النشد الحياء يكفي واسوقعك يودا مانيني غزيك اقتدني ولاد ازيك اقتدني ولاد انا دسنغ على الاسلام دسنغ على الدين وما انا فكرت تسول ذاك يولاد مار ومن بعد من عنخا كيخارق من عنخا كتشافا يحشم شعر مار الجيران واسن تجي شاغ سنشكي لا ذا بخير واسن طاح حمض ونش يقسح واخا كذ 100 سنه شك تسول كيسن خنمين بارني خنم دير كرسي قاسنا يولاد نكوازي كيكسي ولا جنهام إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد أثر في المسلمين وغير المسلمين باش ماشي بالكلام بقدوته إنه الصادق الأمين صادق أمين حتى إن الله تعالى زكاه فقال وإنك لعلى خلق عظيم الخلق ديال سيدنا محمد كان خلقا عظيما هذا الخلق العظيم هو الذي حارب به الناس هذا هو اللي جاهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره من البشر حتى العدو حتى إني تغوثي قبر
إني تواثق بنقة تغني غوم تعاودني غوم تعاودني غوم في الأغلبية ليسن لي مصالح ماشي توسلمت إلا قد خرحق ولكن غاس نصلحة وحتى هؤلاء كانوا يشهدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلق العظيم تغام النبي عليه السلام لا يدفدي شان العهد شان الكفار شهد خاص قناس وليت تقام يمكن شذي أذي غدار العهد النبي ما يمكنش مستحيل هذا الرجل يفي بوعوده هذه كلمة وحتى احنا عندنا في الاستعمار الإخوان سولوا الإخوان سولوا آباءكم قرأوا عن التاريخ الماضي راه الاستعمار كان يحب الذين لهم الكلمة وخضروا منه مستعمر مجاهد ومجاهد أقفز المعركة ما ريفتها تسحق ولكن يحترمه علاش؟ لأنه يعلم أنه يموت على مبادئ إلا أعطاك الكلمة أعطاها لك إلا عاهدك لم يغدرها أعطاك الكلمة يموت عليها وهؤلاء هم الرجال الذين كان يقتدي بهم غير المسلمين فقال رحمه الله تعالى بالأسوة الحسنة وتكون بأن يجعل الإنسان من نفسه قدوة حسنة محببة يقتدي بها الآخرون اعتقادا وقولا وعملا وخلقا وهذه الأسوة الحسنة هي اللي كفست علينا احنا هذا الأمر ماشي في أوروبا في العالم كله معليك نشين معليك نشين العالم الإسلامي بخير لكنا قدوة حسنة لغيرنا لا دخلت أوروبا في الإسلام أفواجا أقسم بالله العظيم يا معليك نخر حق صدار رب العالمين معليك نشين زعما الشعوب الإسلامية شعوب مؤمنة رحيمة متواضعة واعية كريمة سخية صادقة بالله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو لدخل الناس في دين الله أفواجا نشيني ضيعا نشين المشكل نشيني ضيعا نشيني دي بدن دافري جاري وذان دي الإسلام ماشي نشيني ويزن دغال الإسلام نشين قاطعة سند مينزي سلف عائل ويسكان دي مريتش وميد وطني قنينا ويجي جاتريات ويجي الشام مد قنبو دي رومين أو مقيق قديها نقاربة قيق قال أتمني دغال خزاد دايس خليهين دميد مين ويغارغ نشينا وأتقنت الطوينة طاوض محن دغال كيران ديمسن كيف يدخل الإنسان اللي هو إسباني هنايا يدخل في هذا الإسلام اللي هذه النتيجة فالقدوة السيئة مشكل عائق ما يمكنش يدخل الناس في دين الله ما يمكنش فلذلك قال رحمه الله القدوة الحسنة الأسوة الحسنة هل الأسوة الحسنة على مستوى الفرد وعلى مستوى المجموع بحال بحال الأسوة الحسنة سيدي فلان ما شاء الله كذا هو كيأدي الدور دياله يقتديوا به الناس هذا على مستوى الفرد لكن على مستوى المجموع تصوروا معي عندنا واحد الحي ما شاء الله حي متضامن حي كريم حي سخي حي متعاون حي ما فيهش الجريمة فيه الصدق حي إجن شاغان أيتأثروا به الناس يتأثروا ما شاء الله شكون اللي دار فيه دار بهم هذا الحي المستقيم الاسلام هذا اسلام هذا دين عظيم هذا الدين هو اللي كيخرج هؤلاء وكثير في التاريخ لو كنقراو التاريخ تشوفوا كثير من المحطات التاريخيه تتحدث عن ان ناسا او جما غفيرا من الناس كانوا يدخلون في دين الله افواجا ويدخلون في الاسلام فقط مما يرون ما عليه من المسلمين كانوا كيشوفوا المسلمين ما شاء الله ويحكي المؤرخون أن الذين أدخلوا الإسلام في الهند اللي دخلوا الإسلام في الهند وفي بنغلاديش وفي باكستان وأفغانستان مش علماء مش فقهاء إنما هم كانوا تجار كيمشيوا كيديروا التجارة ولكن التجارة اللي كانوا يمارسونها تجارة فريدة من نوعها غريبة على الناس الصدق التسامح كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم إذا باع سمحا وإذا اشترى سمحا متسامح إذا باع متسامح إذا اشترى
كانوا متسامحين، كانوا صادقين، كانوا أسخياء، كانوا كرماء، كلمة كلمة العهد. فدخل الناس ديال الشرق الأقصى كلهم أو معظمهم دخلوا في الإسلام من خلال ما رأوا من أخلاق المسلمين. وحنا يا المشكل، حنا يا اللي طلع علينا يهرب، واخا باغي الإسلام هو يطل على واقع المسلمين، قسامات، ظلم، جور، فسق، فساد على جميع المستويات، فساد سياسي، فساد مالي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، تعليمي، تربوي، فساد عفوا يزيد. لو كان الإسلام كما قلت، لو كان الإسلام أبعد ينتفع به أهله، هكذا يقولون. ثالثا قال، ثالثا بالتربية والتعليم. أولا قال الدعوة الحكيمة وتكون باللسان، الدعوة الحكيمة وتكون باللسان، ثم قال بالأسوة الحسنة، ثم قال بالتربية والتعليم، ويكون البدء بهذه الوسيلة منذ المراحل الأولى للطفولة، لأنها حينئذ تكون أنفذ إلى أعماق النفس وأكثر تأثيرا وأبقى مع الزمن. قال لك التربية والتعليم ستكون من الصغار، من الصغار تربي الناس وتجاهد، جاهد ذي ودان بالتربية والتعليم، راه تعبيض الأخلاق والقيم وخل العقيدة الإسلامية الصحيحة، تربي واحد الجيل اللي هو محصن، ماشي حتى يكبر واللي عنده 20 عام 30 عام عاد، إلا كان معوج راه صعيب، يمكن يتسجد ولكن صعيب. فالتربية التي يتربى عليها الناس المسلمون وهم صغار تكون أكثر تأثيرا وأكثر وأنفذ وأعمق في النفس وأبقى مع الزمن، كما قال رحمه الله تعالى. قال كذلك من الجهاد، جهاد دائما جهاد غير المسلمين، جهاد العدو، جهاد الخصوم، حتى الخصوم بصفة عامة. قال ببذل عرض الحياة الدنيا لتأليف القلوب على الخير والهدى. قال لك من الجهاد اللي ممكن نديروه مع غيرنا، احنا باغيين نردو إنسان آخر إلى الإسلام، نجبدوه الإسلام إلى الهدى، قلنا الكلمة الطيبة باللسان، بالكتابة، بالموعظة، بالقدوة الحسنة، بالتربية والتعليم، هذه كلها مهمة جدا. كاين وسيلة أخرى، طريق آخر من طرق الجهاد، أعطيه توقف معاه، تعطيه الدواء، تعطيه الطعام، تسكنه، توقف في محنته، ترفع عنه الظلم، ديك الساعة يتبعك. كاين الإنسان اللي تخاطب القلب ديالو والعقل ديالو فيتأثر بك، كيش تسيور إذا تسكن على سرع قد إيجنر كيش نتقد الخعب قوة كيش سيور خلعقل وكيش سيور قد يسر خعب فيتأثر بك ويتبع طريقك وسبيلك. يوفيش السبب يسيد يسغى المسجد، السبب يسيب عديث عفنا، يهرش تبدي تزرد كيس غير السبيطارات، تزرد لا تريد منه جزاء ولا شكورا، تزرد كيس في سبيل الله، لأن الإسلام أمرك بذلك، لأن ربك سبحانه وتعالى تتاجر معه. من الناس قد تقلق تجارة وكسر رب العالمين قمار من كيكو الزغم في سبيل الله، وخاصة إلى الإنسان ما شاء الله يسر عليه ربي سبحانه وتعالى، فبدأ كيخرج من جيبه ما شاء الله يكشف الصلاة رب العالمين تزمع، يبدأ يصفه تسجيب بالناس يتزلكم هلوشا، أكيد في وشا، أكيد في وشا غتف ما نسغى تكلش كيش يعدف، أش يعدف؟ لأنك خدمته. ولذلك أمرنا الله عز وجل أن نعطي الزكاة من يعطى لهم الزكاة المؤلفة قلوبهم، المؤلفة. شي مرات كيسولوني الإخوان كذا عندنا العيد وكذا عندنا الجيران كفار فرنسيين ولا مزيان، هذوك أولى، هذوك يحتاجون، هذوك يحتاجون، إلا درتوا شي وليمة، درتوا شي مناسبة عقيقة، مناسبة فرصة مهمة جدا، تحرضوا عليهم
عيد، نعم، في العيد الأضحى وفي عيد سواء في العيد الكبير ولا في العيد الصغير تجيبوه ويرى ويسجل في دماغه ما يسجل، وقد يتأثر وقد يكون سببا ليدخل في هذا الدين. يجي ويشوف ما شاء الله السلوكات والعلاقات الاجتماعية بين أفراد العائلة والجيران، وهي فرصة باش تبين له بأن هذا الشيء اللي كنديره ها علاش وإذا كان عندك العلم ها هم من تقمنيا فرضه الله تعالى، هل قيمة الناس، هل فوائد الناس، هل منافع. وخاصة الآن، الآن في أوروبا راه ما بقوش المسيحيين، دابا الآن ما بقوش المسيحيين، قليل المسيحيين، الكنائس فارغة. الكنائس الآن في أوروبا، الإخوان سولوا الإخوان اللي كيمشيو الخارج، الكنائس الآن فارغة، معظم الكنائس فارغة، السبت والحد درق درق الناقوس مع 10 الصبح ولا مع 8 الصبح، يجيو شي ناس مساكين يا هو مرتو عاجزين، مهم مكملين صافي، تجيو 6 7 20 واحد ها يقيموا داك الطقوس والصلوات ويمشي. كثير من الكنائس الآن تباع للمسلمين، كنائس تباع فيحولها المسلمون الإخوة ديالنا يحولونها إلى مساجد. علاش؟ أبعد فيهم الخير، فيهم شوية الخير هؤلاء الرهبان، هؤلاء الناس اللي هما قايمين على الكنائس كيقول لك اللهم الكنيسة تمشي، كيقول لك هذه كنيسة للعبادة، لعبادة الله، هكذا يقولون. فاللهم هؤلاء يعبدون الله، اللهم نبيعوا هؤلاء اللي يعبدوا الله خير ما نبيعوها يديروا فيها بار، يديروا فيها حانة ويرقصوا فيها الدرف والخمر والخنزير، هكذا يقول. فكثير من الكنائس تباع الآن للمسلمين فيحولونها إلى مساجد. ما بقاوش المسيحيين، ما بقاوش. اللي تهضر مع الشباب كذا يقول لك شنو ما عندي والو هو غير عايش. هؤلاء والله العظيم أيها الإخوة خصني تمسع راسي شنو وقش ما درت ساس التليفونه سيمانه ديو سيمانه فخاسي جنت عجشت يمكن ما صبعت خاص ترد شعرها باش انا تفي وادي تبي النمره وفوات تظهر تما خاص تعجش ولكن يجو ما غادي قلت ها واش غادي يبان هذه بان الجمال التليفون. الناس هم هناك يحتاجون الى من يذكرهم، الى من يثيرهم، الى من يستفزهم. كاين كثير من الشباب عندما يسلمون مني كيسلموا كيقول لهم السبب سنحاسبكم امام الله عز وجل ايها المسلمون. يمسل منك اني نحاسب يوم القيامه، يجن عذاب البشر انت تقاتل الكفر اكني نحاسب يوم القيامه غادي تعيش كين غعماس ولا نغسل نرحاب انا نغني نهى الاسلام مع ديك نغسل نغادرس الي نكزغى الاسلام. فلذلك ايها الاخوه كما قلت هؤلاء يحتاجون إلى من يذكرهم ويحتاجون إلى من يقف بجانبهم. الآن على مستوى العلاقات الاجتماعية عندهم واحد الأزمة عميقة جدا. كاين الإنسان اللي عنده 40 عام عنده الأولاد ما يدوروش عليه نهائيا، ربما يدوروا عليه مرة في العام، سي عام غا عام تغيس بابا نويني أدغيس عام الجديد نيغ عيد الأم نيغ عيد الحب نيغ عيد كذا ما ديس غا يمس نيغ الزاوية تنوشت يمس وخصيتك باباش وخصيتك تعيش نقيشن وحدة قيشن تمارة واتفنو وغاس نتغيس وغاس نتغيارنا. هؤلاء يحتاجون منا العفو والحنان، أن نصل إليهم، أن نبلغ لهم، ماشي نبلغ لهم قال الله قال الرسول، لا، أن نبلغ لهم الحنان والعطف والرحمة التي هي من سمات هذا الدين العظيم. والله العظيم يا معليك نتقمن غير غزين أوروبا تدور على الإسلام. قلت بأن الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم شكون هما هاد المؤلفة قلوبهم؟ هذوك اللي دخلوا في الإسلام مازال عاد الإسلام عاد مازال ما مستقرش في القلب، مازال عاد مترددون. قال لنا ربي سبحانه وتعالى هؤلاء يحتاجون إلى عطاءات، أعطي لهم وشنو تعطي لهم؟ تعطي لهم من الدنيا، تعطي لهم الكسوة، تعطي لهم مال، طعام، تعطي لهم لتحببهم في الإسلام. وكانت الحكمة من تأليف القلوب هو أن يمتن ويمكن الإسلام والإيمان في قلوبهم، فأعطى الله عز وجل لهم الحق.
ببذل عرض الحياة الدنيا لتأليف القلوب على الخير والهدى، ويكون ذلك ببذل المال والجاه وأنواع. أولا إذا قرم العطاءات، أولا إذا قرم العطاءات جمت حتى ياك جعلنا ما راك شي يجن ضعفان، شي يجني يتمول ستاريش، شي يجني السوار دايك، شي يجن يتقطع خكبري، شي يجن يقامي وعليك يجين شي نسني لي زوال. أنا عرفي شتي تشتي ولا لا ماشي ضروري، ماشي ضروري شكيش نهاج شو من سيني غايتي وش هذن ده تكي قودي في كيكي لسو دق شغاري الغارض أنا حنسوجن كسواتين ولين ما رد قيل شو من سيني شو نحشن ما كلت تفسوس هاكي استاح هذا السيني دو يلا أنا حنهمون سوما كي كنفضا يهنش سيد عرب العالم ويقيم هذا ذيك السيني ويقيم هذا جدي حجع أبدا ما رايح حجع رجد قسيه إلا لائم عاود صنعني تشتين مالي وش استقذ الدواء شي وانتك شو مالي شي نسنغات غنات عندك كذا والله ما تقدر نشي العين بالعين والعين بالعين وتجيبو ذي ثنتي ولكن تقيت نشين والله كعاب شي العكس شي العكس شان ما عرف من المريتك شان خارك شان يجني زرزي شان حش تحفزي والله أمو يا اخت قديس كذا 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 والله ما زيز على حش عشان خاص يقضى هو عنا شي لا وجاء في الخطبة ربما ما ذكرتهاش في الخطبة ما ذكرتهاش في الخطبة الخطبة حادثة الإفك حادثة الإفك حادثة الإفك سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يصل من يصل بكرمه وسخائه وبذله وعطائه كان واحد فيهم من الصحابة من هؤلاء الذين كان يكرمهم أبو بكر الصديق يكرمه دائما يعاونه كان من أولئك الذين خاضوا في الإفك وجابوا هذا البهتان ونشروه على ابنته وهذا سيقى الرخام اللئيم سيدنا أبو بكر كذي تجلس رخاء تيسر يا ورنيخ يجلس سيدنا أبو بكر وهي عائشة رضي الله عنها تيرقي الناس وقموا من سيعز مثل وهذه بالله يوضع الخباغة سيدنا أبو بكر نسمه مرة من تغذي ستقرن خا يجزير يوقع الله يا ملا ويزود شو ولكن الناس يا مزي يزعروا فعاتبه الله تعالى أنزل فيه قرآنا يسهو تصيد على رب العالمين القرآن يسهو سيدنا أبو بكر الصديق الناس والخامي تغد تقذيك والنسي غي خاس واتسد الدشاء خير عقب غاسي بليت قذيك يسهد حاجة الشين من غالك شان خا في سبيل الله ما لا تقذ خامي في سبيل الله لا تقطعه لا تمنعه حتى وإن إن إن وصلك بشر أنت يصير على ذلك الخير ويكون ذلك ببذل المال والجاه وأنواع المعونات والصلات المادية والمعنوية والمساعدات والعطاءات وما أكثر ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبذل من ذلك لتأليف القلوب لتأليف القلوب وما أكثر ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبذل من ذلك لتأليف القلوب إضافة إلى كون حب العطاء خلقا أصيلا فيه قال الله عز وجل وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إذن قلت أيها الإخوة العطاء العطاءات مختلف العطاءات هو طريق من طرق الجهاد في سبيل الله تعالى والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الإنسان تؤلف قلبه وتحببه الإسلام من خلال العطاءات العطاءات مختلف العطاءات وذلك كان منهجا من مناهج رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي السائل حتى يقول كفى كفى النبي عليه السلام كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر دائما النبي عليه السلام من غاز غيز شيء يجني غادي تولي شيء يجني حد وش تاس وش تاس عاني تاس أردس غيني صفي شفاء ما يمير
لأن عرض الدنيا الأمور ديال الدنيا والأمور ديال الدنيا قد تكون طريقا إلى الإيمان، طريقا تحبب الإسلام إلى الخلق. وكما قلت الله عز وجل أمرنا أن نعطي من الزكوات للمؤلفة قلوبهم لنمتنا ونمكنا ونعمق الإيمان في قلوب هؤلاء الجدد. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، الجهد بالمال هو نوع من الجهاد، قد تشتري منه سلاحا، قد تجهز به غازيا، قد وكذلك هذا المال قد تساهم به في تبليغ كلمة الله بالطرق السابقة، الدعوة إلى الله باللسان تحتاج إلى مال، الكتابة تحتاج إلى مال، الخطابة تحتاج إلى مال، وكل هذه تحتاج إلى أموال. الباطل الآن، الباطل الذي يدخل علينا بيوتنا، واش الباطل كيتحرك غير باب باطل؟ راه الباطل كتعرفوا ما هي المؤسسة اللي هي أغنى المؤسسة في العالم؟ ها؟ لا، المؤسسة اللي كتملك المال ما كاينش عند الدول. لا، الكنيسة، الفاتيكان في روما هي المؤسسة رقم واحد في العالم التي تملك أكبر رصيد مالي، وبه تتحرك في أفريقيا، في أستراليا، في الشرق الأقصى، في الشرق الأدنى. باش كتحرك الكنيسة؟ كتحرك بالعويل، ها؟ كتحرك بها بحجرة التيمم، ما قاموا شحال ما نشقى غوند هذه السبنة المديك تعود ما يخرب عند مزيدة وين عمان تتيوي غاس حزر سوزون التيمم هذه فشان زود التيمم ذي بعد شيء تتصبحي التيمم ما توي غاس مزيدة أي ميت ولا متقيب ونزيد حجرة التيمم باغي يدخل الجنة بحجرة التيمم. هذه المؤسسات الكبرى تتحرك بالأموال، الباطل يتحرك بالأموال، الباطل يحاصر الإسلام بالمال، الإعلام الفاسد يتحرك بالمال، الإعلام الحرام يتحرك بالمال. حنا باغي ندخلوا الجنة ونصلوا الإسلام ونصلوا الحق، ويا ربي نصلنا، ويا ربي كذا، ويا ربي. نعم، دعاء مهم، ولكن أعطي الفلوس دراهم. إن الخير لن ينتصر إلا إذا جاهد المسلمون وأهل الخير بأموالهم، ولذلك يقول الله عز وجل وجاهدوا بأموالكم قبل النفوس. هذا الجهاد شوفوا الله سبحانه وتعالى ماشي السبب، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. الجهاد بالنفوس غالبا الجهاد بالنفوس من يكون القتال المباشر المعركة، بمعنى الجهاد العدو المباشر. لكن الله عز وجل يتحدث عن جهاد سابق اللي هو كيكون بالمال، وهذا الجهاد بالمال تنشر به، دير به كتاب، دير به جريدة، دير به قناة فضائية، دير به موقع إعلامي، تنشر به الفضيلة، تنشر به الإسلام، باش كل ذلك يحتاج إلى أموال. هذا الناس اللي ينشروا الرذيلة، الفساد، باش كينتشروا وباش كينشروا كينتشروا وينشروا بالفلوس وبالدراهم، كيشريوا وسائل الإعلام والتقنيات ديال الإعلام، ويشترون حتى الموظفين اللي يشتغلون في الإعلام ويخلصوهم بالفلوس غير نشر الباطل. احنا عندنا غلط وفي كثير من الاحيان غادي نختم هنا، غادي نوقف. في كثير من الاحيان كاين انسان، كاين جهات وكاين ناس اللي عندهم المال ولكن الوعي قليل، وكاين الناس اللي عندهم وعي كبير ولكن العين بصيره واليد قصيره، الفلوس ما كاينينش. واحد الانسان عنده دماغ كبير ممكن يدير لك برنامج، يدير لك مخطط، يمشي لك بعيد وينشر الإسلام والتربية والتعليم، يحافظ على المجتمع ويصلح المجتمع ويرقع المجتمع، ولكن هذه كلها تحتاج إلى مشاريع، والمشاريع تحتاج إلى أموال، وهو ما عندوش الأموال فكيبقى تحصب. وكاين إنسان آخر اللي كيلعب، يعبث بالمال، عنده الفلوس ولكن يعبث بالمال.
ولا ما بغيتش نفصل. شوفوا في العالم الاسلامي مش حد ديال الاموال التي تضيع بوالو والو والو، اموال تضيع في لا شيء، ولا حول ولا قوه الا بالله. فقال رحمه الله تعالى: هذا الجهاد يكون ببذل عرض الحياه الدنيا لتاليف القلوب على الخير والهدى، ويكون ذلك ببذل المال والجاه وانواع المعونات والصلات الماديه والمعنويه والمساعده والعطاءات. وما اكثر هذا منهج ديال النبي عليه السلام، وما اكثر ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبذل من ذلك لتاليف القلوب، اضافه الى كون حب العطاء خلقا اصيلا فيه. قال الله عز وجل: وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. خامسا: بقوه السلطان، الجهاد بقوه السلطان، وهذا سوف نراه ان شاء الله عز وجل في الأسبوع المقبل إن أبقانا الله سبحانه وتعالى. صلى الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبا ويكفر عنا سيئاتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.